مش خالص. مين اللي في البدلاء ممكن يدخل بقوه في التشكيله ديت؟ يعني من قائمه المنتخب انت عندك بره احمد حسن كوكا ده لعيب جاهز، زيزو واحمد سيد زيزو وقفشه، وعندك قفشه يعني دول اللعيبه المؤثرين بشكل كبير. عندك عمرو السوليه في خط الوسط. ايه عملت كده ليه؟ انا اعتقد هو بس هما اتنين، هو احمد سيد زيزو وده تعالى ده انت في عندك مين؟ ده انت عندك في ده في رمضان صبحي، ده في رمضان صبحي كمان مش محطوط. معرفش جاهز بقى ولا مش جاهز، رمضان بقى له سنه ما بيلعبش. امال واخده ليه؟ ما هو بيجهزه ممكن يشوفه تحت عينيه. بس هو بقاله سنه ما بيلعبش. طب بص هو لو محتاجه هتنزله في مباراه صعبه. لو محتاجه هيديله، لو هو محتاجه بعد كده لازم يديله، لو مش محتاجه ما كملوش. يعني انت ضد اختيار رمضان؟ هو بقاله فتره كبيره ما بيلعبش وما على اي اساس؟ طيب ما كان سابه منتخب الاولمبي. بالظبط كده. المفروض حتى منتخب الاولمبي جهزه حتى. عده. ايه؟ يعني المنتخب الاولمبي كان اعد رمضان صبحي. وكان هيجهزه هناك. بالظبط. انا اعتقد اقرب اثنين في المباراه دي زيزو و زيزو مين؟ راح فين الراجل؟ قفشه ممكن يعني واحمد سيد. بس برضو انت اما يكون عندك بدلاء بالمنظر ده، ادي القايمه هي وادي الناس قدامك اهو، وعندك حسام حسن واخد بالك، يعني ادي اللعيبه قدامنا اهو بعد طبعا لسه لعيبه، وده بعد انضمام لعيبه نادي الزمالك. يعني انا شايف في اختيارات وفي عناصر جديده مع الكابتن حسام بدري في المعسكر ده وعناصر قوه. عندك محمد شريف، محمد شريف برضو من الناس اللي اجادوا. عندك احمد ابو الفتوح في الجهه اليسرى، عندك حمدي فتحي في نص الملعب، كل دول لعبوا. عندك احمد توفيق يعني شايف في كوادر كبيره جدا للكابتن حسام بدري متواجده معاه في المعسكر ده. انا كان نفسي ان احنا نلعب المباراه دي باريحيه، كان يبقى موقفنا احسن بكتير. كان هيبقى عنده فرصه كبيره ان هو يجرب الناس دي ويحط الناس دي، لكن هو مش هيغامر بحد جديد خالص يا مهيب، لان الموقف الناس كلها عارفاه. طيب